وينسيك تعب النهار. مع سيمي بنور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من راسين كاري. كل يوم راسين كاري جديدة على EFM من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. وين ما كنتم مرحبا بكم، هذه راسين كاري على أحلى راديو، راديو EFM حتى للسبعة معاكم. جروب جديد متجدد ترجع لنا بعد غياب، كنت قريبي شوية سافا لطف عليها، يلا فرح برجب. كم الكل رحب المستمعين اللي اختاروا اليوم زيدا يرافقونا في غاسين كاري. نحب نقول الغازي عايدي مبروك الغنية جديدة. نحب نقول الشادي عرفاوي الحمد لله عليك أخيرا ضيف في الدوامة. نحب نقول العب ستار عمامو اللطف عليكم والله لا يعاود عليكم غيار الحطاية تذيقة اللي كان يقدم في واجب العزاء. كل واحد كيفاش يمشي عزي دونك بار يرحم كل الناس اللي توفى ولا حد عنده توفى ربي يرحمهم إن شاء الله. دونك كنت في موكب عزاء في دفينة يعني بال الله يرحمها الله يرحمها اليوم دفينة تاعها الله يرحمها في عمركم إن شاء الله. هذا صوت عبسة ترعميمو. نشكر بالخير، الموت جزء من الحياة. برافو في هكا تربينا الحكاية، حاولنا في العائلة تكون موجودة الحكاية دي فنقبلوا أمر ربي، معناها حتى حد ما ينجم فك روحه. الحمد لله عاشت في عزها في عزيزها، مشيت محاطة بأولادها بأحفادها بكذا، فالحمد لله يا ربي وعملنا الواجب كهو. والحياة لا في كونتينيو، الحياة مستمرة. فمن غادي جينا نفضت روحي راه مش على العاده دخلت كي دخلت دخلت قاعه بيت الحمام فضت روحي ماشي هذيك ما تمشيش من طول من غادي بقى مش انا كانه هي الروايه والخرافه او اللي يتقال انك انت ما تهزش كالامبيونس هذيك في بقعه اخرى الانرجي رجعنا لها شي تاع كيما نقولوا احنا مثلا يقول لك واحد والله هذيك مشيت للفرق فلان يقول لك حاشا المحل مثلا هي كلمه تتقال مش انه لينيرجي نيجاتيف لي اي فوالا والله لتصديق قولكم صديقنا استاذي السي خير الدين عنابي اللي هو باحث في معهد الوطني للتراث مدير بحوث طلب مني نهار قال لي علاش ما نعملوش كتيب في التقاليد هذوما والاسباب نتاعهم نوضحوهم خاطر علاش يقولوا يدخل التواليت ولا حاجه ينفض روحه هو بكري كانوا تراب ويردوا على التراب فيتبل يتمسح فينفض روحه معناه وكهو معناه مش يكون في منظر ليا وينحيك الفكره نتاع الحزن وبعد مشيت ولات اكثر اكثر معناه ولات طقوسيه ولا طقوسيه حاجه عاديه. يلا كنتوا تسمعوا فيه في الدوامه هو رقم 3 شاد لي عارفه وي اخيرا في الدوامه رقم 3 تسمعوه 3 سوايع ورا بعض لا يمل لا يمل مع حماسي تعدت حلوه يا انا ناس هذاك اللي في مريولك انا ناس انا ناس احمر ما هو خاطر لبست الدوامه حاجه سانجين سامر يلا نعدي وقايت حلوه مع بعض مرحبا شادلي يلا رقم 4 رجعنا غازي عايدي يا مساء الخير يا اللي معانا يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا فرارم لا 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 الله رجعت الجيبيا والخابية ونهار جيبيا ونهار خابية اللي حاب يوريك صوت الكروان شنو الكروان شنو الكروان كروان من غادي حبيت نسلم على الناس اللي تسمع فينا الكل سورتو فما دالي تاكسيست اللي ركبت معاه اليوم وين كرهبتك انت كل مرة تاكسي تحياتنا لدالي اليوم في حاجة الحمد لله بسيطة دالي شي يقول لي سامي يقول لي نقصوا شوية من الكلام على بعضكم قال لي نسمع فيكم شوف قال لي راديوها قدامي محلول فيه تبارك الله قداش من إذاعة على شكون نرضى قال لي ما أنا نحب راسين كاري قال لي خاطر نشيخ عليها ونشيخ سورتو على عبستا
قال لي سلم لي برشا لعب ستار وماذا بينا سامي يعطيه روبريك حتى متاع 5 مينوت لعب ستار. قلت له خدمة زايدة وشكرك عليه حفص ستار. أوتوكا مرحبا بهم الناس مرحبا بهم الناس اللي عديوا برشا وقت في خدمتهم في الكياس ولا الناس اللي هما يخدموا. وكذلك تحية الوسيم اللي يكلمني باش يقول لي أنه صديقي باش يقول لي أنه راو ديما نسمع الغديف بما أنه الناس تسمع الغديف بكري. والناس كذلك في أوروبا برشا يبعثون هادي مثلا من ألمانيا يقول لي أنه نمشي من بقعة لبقعة على ألمانيا باش نوصل خدمتي لازمني ساعة ونص نعديها مع راسين كاريف على طرقات ألمانيا. وبطبيعة الحال حي والناس الكل وين ما كانوا اللي معنا ميساجاتهم راي تأثر فينا وتعطينا معنا برشا قوة. فما شكون يعني يقول لي انتم أحسن حاجات مازالت موجودة في البلاد هذيا شكرا ليك. وبطبيعة الحال فما برشا حاجات مزيانة في بلادنا المهم نخدموا عليها والمهم أنه نعرفوا أنه نستغلوا الحاجات الباهية وننقصوا من الخايب. هذا هو المهم. دونك وين ما يوصلكم صوت نحن سعداء بأنكم كل يوم تكبروا معانا وتكبروا مع عددكم يكبر مع راسين كاري ونحاولوا إن شاء الله نكونوا في مستوى أمالكم اللي انتوما تسمعوا فينا. وبطبيعة الحال انتوما الفونت كوميرس نتاعنا هو الأصل التجاري تاع أي برنامج الناس اللي يسمعوه قد ما يكون غالي قد ما تكون قيمته عالية. يلا قبل ما نمشيوا لأسئلتنا ونبداوها هذه إيناس هي واحدة من مكونات كذلك إي أف إم وغسين كاري حاضرة باش أنا أتقدم أولى نشرات أنفوترافيك في غسين كاري. رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا. السؤال الأول يقول شنو هي أكثر الدول إنتاجا للكتب في العالم أو أكثر دولة إنتاجا للكتب في العالم عربيا ولا عالميا؟ والله عربيا يقرأوا نص ستر في العام ما تصورش إنتاجا ممكن إنتاج على المستوى العربي مصر هي أهم العراق عالميا عالميا أمريكا أما الولايات المتحدة ما المفروض الولايات المتحدة سيم. أنا نعرف أكبر مكتبة في العالم اللي هي مكتبة في الأرجنتين في مكتبة سنة خلينا نحل صحيح هو نحل ولكن نذكر بالسؤال أكثر دول إنتاجاً إنتاجاً تحكي لي على بيبليوتيك بيبليوتيك اللي هي في الأرجنتين في بيونس آيرس سيسا. أما ينجم تكون الصين هي أكثر مكتبة في الصين هي الصين لأنه أكبر مكتبة نريتها في الانترنت هي المكتبة اللي موجودة في الصين في أنا يذر لي اللي في بكين أكبر مكتبة في العالم. أتن شوفوا مكتبة أدخل شوفها مكتبة صديق مكتبة بيبليوتيك يقرأوا فيها الكتب يقرأوا فيها مش مكتبة كبيرة يعني عجيبة حتى في الارشيتكتور بتاعها جمجي. الصين بعيدا عن التطور التكنولوجي أنجت الصين قرابة 400,000 كتاب في حدود عام 2013 وهذا العدد الهائل من الكتب الحال تجعلها يعني أكثر دولة منتجة للكتب. الولايات المتحدة بعدها ب 304,000 وبعدهم المملكة المتحدة 149,800 كتاب احتلت المرتبة الثالثة. بربي مش مرتبطة بالعدد الكثافة السكنية معناها خد كل الصين بس عادي أنه فيها دري قديش من مليون ولا 100 مليون عبد مليار فاتت المليار. لا موش عادي يا سلام لك تشوف أنت وين الهند مثلا for example الهند فقيرة بارابور للصين معناها دولة فقيرة لا ولكن من الاقتصاديات المهمة من العشر اقتصاديات الأولى في العالم من أهم الاقتصاديات معناها تقريبا هي الصين أي هي الصين طبعا أكيد ولكن احنا هذا مرتبط أساسا كذلك بثقافة الكتب. اليوم في عهد يقول لك أنا بربي كنت تسأل واحد هكا تخرج تعمل أميكرو تخطواغ يقول لك الكتب وما عادش يقرأوا برشا انترنت. أنا قاعد نشوف أنه الناس معناها بعض الناس ديزون عنديش أرقام أنه الانترنت معناها ما عنده حتى علاقة بأنك تقرأ كتاب استدير تو بو ليغ ليفر على الانترنت معناها فما اللي هو تنجم تدخل تقرأ كتاب ولكن كذلك قراءة الكتب احنا سواء على الالكتروني او على العادي يعني الفيزيك مش موجود ياسر عنا معناها كدول عربية وكتونس بصراحة. دير كلامك سامي ذي خليني فكر علاش مثلا امريكا تقعد نسب الناس تقرأ اللي تقرا برشا ما عندهمش انترنت زعما امريكا بلاد الانترنت اكزاكتومون دونك كي تفسرك وفما حاجه اخرى مثلا اسرائيل تعرف اللي في اسرائيل المواطن الواحد يقرا تقريب 40 كتاب في العام في حين المواطن العربي لازم 80 عربي باش يقراو كتاب افهم انت من غادي برشا حاجات ناشد الرقم هذا منين ولكن لا اليونسكو عاملين دراسات لكن نقرا اسمع اليونسكو عاملين دراسات اللي هي ارقام معناتها تحشم
اي بورتون قالك دور النشر كي يشوفوا احصائيات اليونسكو يقول لك واش خاص كان هذيك الارقام صحيحه خاطر منك اشو منك ولا الطفل الطفل في الارقام زاد مثلا الطفل يقرا دي كلكو مينوت يقرا alors que في العالم 12000 دقيقه في برامجنا التربويين ذكر انا كي كنت صغير سيتي اوبليغاتوار كانت ساعه المطالعه اوبليغاتوار اول ما ندخلوا انيساتي ولا استاذنا تجيب قصه ولا لك تجيب قصه حسب المحاور الموجوده تقرا 35 قصه مش تقرا 35 تلخيصها اولا قراءتها وتلخيصها وتكتب تعاود تنسخ اجمل باراجراف فيها مطالعه وين وهذا توا برا شوف كنت لمده 5 ولا 6 سنوات مدير مكتبة والمكتبة الوحيدة اللي تابعة بلدية من البلدات هي مكتبة مدينة تونس اللي فيها من نفائس الكتب معناها مكتبة مختصة إيه لكن مكتبة فيها نفائس كتب عندنا حتى حاجات نادرة فما بعض كتب اللي عندنا النسخة الوحيدة من الكتاب ذاك في البلاد التونسية معناها نجم يكون موجود البرة معناها بعض نسخ لكن وقعت إهداءات ورواد بزايد معناها بحكم ما يجيونا أما حتى حد ما يقرأ الا اللي يبحثوا اللي شخشه اما ما يجيش حد فما واحد على الاقل هذاك مده اللي عديته وين الست سنين اللي عديته ولينا اصحاب وليت انا نقول له بالله عندنا التام الفلاني في كتبتنا في مكتبه ما هو يعرف مي ما فماشك اللي يجيك يبرد لك على قلبك هو يقول غرام نحب نقرا اعطيني حاجه نقرا على تونس غرام وايمان انه هي غرام. السبيل إيمان الوحيده إيمان. انك انت تطور برشا حاجات ولا كي تقرا تحسن الايماجيناسيون تحسن انه تقرا الكلمات تفهم كيفاش تكتب وتاكيد على كلامك احنا 5 حشاينيكم صحاب اليوم كنا ديما كل يوم مع بعضنا عندي صاحبي يمكن تعرف الدكتور مراد بن عمار هو لوسول اللي خذ الدكتوراه في الشله هذه كل ومراد كيكون يهز كتاب نمشيو للبحر يقعد يقرا في كتابنا بدون نضحك نمشيو نقعدوا باش نلعبوا كوره هو يجبد كتاب ويقعد على جنب ويقعد يقرا سي فري معناها قلت معناها كلامك صحيح ثقافه هي يعني هي. انت كي تشوف البرة تسافر وتشوف انه في الكار في مترو ما تلقاش معناها حتى الظروف الملائمه زاد راهو في مترو في اوروبا قداش كالم المترو وقداش كالم جنينه هاني قلت لك فيها هاني قلت لك ثقافه زاد هذيك الانسبيراسيون انا نحسها كنت ناخذ ترينو وكنت نقرا ثقافه كنت نقرا كل 4 دراج نتاع المشي و4 دراج جاي نستفيد منه اكثر معناها نفد اكثر من ساعه يخرجني من العالم اللي انا في وسطه نشوف عالم اخر اما طريف الامر انه نهار انا قاعده نقرا واحد قاعد جنبي يتكلم فيا بالانجليزي انا غالبا في الانجليزي نعرف نقول اي دونت سبيك انجلش اذا كان قلتها بصحيح والله ما نعرف كان قلتها بصحيح هذاك شنو نقول فيتكلم بالانجليزي فنحسبه معناها اجنبي عمري ما ريته نحسبه اجنبي يسال على حاجه فتلفت لي بجنبي قلت له شنو اللي قال لي نتكلم بالعربي نحسب الجاوري يعني بالنسبه لي هو حتى كتب في يقرا في كتاب راني 3 4 مرات كتب في كتاب في باله انا جاوري فما حاجه انك تتصفح الورق تصفح الورق في سونساسيون اخرى مش توا بي دي اف وشوف يقراوها لا ما يسالش حتى بي دي اف خلاص فكره تاع الوشكه توا اللي يظهر حتى اللي بيحب يشد كتاب فما ما عادش يفهموا مساكن ما عادش يعرفوا يقراوا نسبه الاميه مرتفعه والناس اللي قرايتهم ما عادش يفهموا ثاني ما عادش يفهموا لي جون يعني تقصد لي جون ما عادش يفهموا معناتها العربيه غير تعميم طبعا حتى عربيه يعني لا واللغات انسى تقرا برشا انسى اللغات انت كي تشوف توا اللي فريمون معناتها فما مشكله نتاع يفهموا واش قاعدين يقراوا ولا ابغ الغرام معناتها انترنت ماهيش فيسبوك وماهيش انستغرام هذا نجم نقولوه معناتها في ديزانكونفينيوم انورم معناها راهي ما عندها علاقه بانك طبعا فما ناس تحدد راهو قديش معناها اذا كان صغاركم وهذه حاجه هايله ان توكا التجربه هذه نحب نقولها هنا لانه هايله اذا كان تسنسهم من الاول باش انه تشري له ما تقولش امكانيات لانك تنجم تشري بدينار قصه صغيره لولايت صغير تنجم تشري له في الشهر 5 ولا 6 كتب ب 5000 هو عمره 5 ولا 6 سنين وتسنسوا بهذايا راهو باش يتعود على هذا باش تقعد حياته كامله قبل ما يرقد ينجم يقرا ولا في فاكونس 5 دقائق كل يوم حاجه هايله ان توكا ولكن كي تخليه وتحبه وتنحيه من قدام وجهك وتعطيه تليفون باش انه يشوفه ما با تراقبه وبعد تقول كيفاش العنف جاء وهل المكتب قام بمهمته ولا لا قوم انت بمهمتك كعائله من الاول باش انك انت الولاد هذاك تربيه وتعلمه وتحكي معاه
احسن حاجه انك تحكي مع الولاد صغير، راهو يفهمك، راهو مخه كبير ويعرف ويستوعب ويعرف كل شيء. وسام يفهري مش شمس باش يشرق على اطفال تونس الكل ويربيهم، لا مش مش بشرط بنيته، لا مش غاف، راهو الناس اللي ولاو يسخالوا التلفزه هي اللي تربي. انا 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 مريت بالتجربه ذي، تجيني بنتي مثلا كنز عمرها 10 سنوات تقول لي بابا كيفاش انك سكويد جيم هذا كيفاش ما تفرجش فيها. انا جايين معناها ديسكسيون معاها باش نقول لهم فهمها، راه ما تنجمش تفرج فيها لانه هكا وهكا وهكا. وريتها لامبريميكرون، قلت لها شفت هذيك فيولونس وبحذاها شنو هو الكلام هذاك، راه ماهوش موجه للعمر نتاعك. معناها علاش يحطوا 18 اون بلوس؟ هما مش يحبوا يقمعوك ولكن يحبوا يحميوك. ايبا نعلم كنزه بنتي تقري في صغار 7 و8 سنين، القسم الكل تفرج فيه. هي علاش جات قالت لي، علاش جات قالت لي باش تقول لي هاو اصحابي اكثرهم تفرجوا؟ قلت لها اصحابك غالطين، ولي بارون ياخذوا بعين الاعتبار هذايا بعد مش تبداش تلقي في تهم على الغير. فوالا هو المسؤوليات مشتركه، خلينا نقوموا بوحده من اللي احنا نجموا نعملوها. سي ديجا بيان. والله الصغار وانت على شنو تسنسهم؟ انا بنتي كي ترى التلفزيون تقول لي بابا هذه 10 راهو وحدها تعرف اللي هو مش عمرها تقول لي بابا هذه وكم مهندس، تقول لي اوب في خضر سايي سنسناهم. فهمت كمال نحييك. قول يا سامي اختياراتك الغنائيه للمراجعه وين صالحه وين نجات؟ قداش عندك تسمع في غاسين كاري كمال؟ مرحبا بك وتحياتنا ليك، ولكن عدينا نجات عطيه وعدينا صالحة، ولكن احنا كنا شوية نجات صغيرة، نجات طيب مازالت صغيرة فوالا، ولكن التغيير فوالا نحكي على الغناء العربي. احنا قدام المرة نعديو الاغنية العربية، ولكن عدينا بيريود في توجه للقناة باش انه نعملوا الاغنية التونسية ونشجعوها ونعديو صالحة والجويني ونطلبوا شنو غير. غنينا لك عيون القلب مرة، غنينا لك عيون القلب نتاع نجات. نشوفوا بشوية بشوية نجموا نتفتحوا على هذا. شكون اللاعب اللي عنده تذكار من 2006 لدورة كأس العالم التي انتظمت في ألمانيا واللي هي لليوم يقال أنه من أحسن الدورات، لكن اليوم من هذا في ملعب لايبزيغ في ألمانيا عنده تذكار اللاعب ذا، والحكاية طريفة. حسب رأيكم شكونه؟ هذا كله كله كورة أول حاجة، كورة ولذي اختصاص الضفة الغربية أول حاجة. ألمانيا ألمانيا في اختصاص غازي. شو عنده تذكار في الماتشوات اللي لعبهم في لايبزيغ؟ في ماتش من الماتشوات في مونديال 2006 ملعب لايبزيغ في ألمانيا احتضن مباراة ما بين زوز فرق أكيد، وفي بالتعادل الماتش 1-1. مش ألماني؟ ماهوش ألماني. خرج اللاعب هذايا متغشش، كسر حاجه متغشش وي كسر حاجه في استاد، كان احد خليوها هكاك لتوا شي وريو الفلون وي كسر وين نحفي عليه وين شكون؟ طب ممكن تستنى تخيلها مشكون سيسا حرام عليك. اصول عربيه اصول عربيه كسر زين زيدان تعرفش كسر وشنو اللي كسر؟ الوحده نتاع الركنيه لا احد ابواب غرف تغيير الملابس معناها البستير، واليومنا هذا ما صلحتش اداره الملعب هذا الباب، بالعكس قامت باحاطتها باطار ذهبي وهنا كتبت عليه ذكرى من زيزو. مش ميشانت الحكايه، سي با ميشانت. اسمع انا هو في الماتش اللي احنا ضد العنف طبعا كونتر السعوديه ذاك، لا ضد كوريا الجنوبيه، غلطت غلطه كونتر السعوديه كانت. انا بيرسونيلمون انا نحب انا هي اللي هو ضرب اللاعب السعودي ضربه ما كانتش في الكوره وهذه ما نعرفش عليه يربي فيه لا الدماغ اللي ضربه ماهيش باهي. خد زيدان ما تنتظرش منه انه يكون عنيف، اما الى ايه فعمل لي تزاد اخرين تاعهم كونتر السعوديه اي ما عادش اسمه كونتر في ايطاليا مش قدام ولا دماغ في الفينال هذيك العمله اللي عملها خذا ورقه حمراء 2006 دادا اي ما كانش زيدان ما يخوش ورقه حمراء على حسابه 2006 ما تعرفش عليه كواكب يظل اللي متعارك هو مرته ولا حاجه لا وقتها هو بطل ما عادش حاب يلعب في ليكيب ناسيونال. ها هذه التصويره شوف الباب سامحني هذيك على الباج اف ام لاباج فيسبوك نتاعنا التصويره واللي هي لاباج البقعه نتاع الكادر اللي هي ضرب الفيستير بساقه ولا بيده ما عادش مي بون هو متحمل مسؤوليه الفريق الفرنسي راه وقتها دوميسيس هو الكابيتان يظل بساقه وحب يهز الكوب دي مون بقى على الواحد الكرامبون تاع بساقه والدماغ اللي عطاه شو اسمه مش كازيراغي نسيت اسمه مدافع هذاك راه خسر فرنسا الكوب دي مون 2006 راه نحن وقتها حابين ايطاليا تربح
ان كود بي. احنا مع لازورو شكون احلى انت؟ برشا ناس حبوا فرنسا. انا حبيت فرنسا تربح. وانت حبيت ايطاليا تربح على خاطر زيدان؟ خاطر تحب مالديني؟ لا لا مش بشرطي. خاطر يعجبك مالديني في الكوستيم تاعك؟ لا خاطر يعجبك انت تحب الموضه اللي تلبسها تلاقي. اما الزوز عجبوني انا فرنسا وايطاليا في فرنسا عملت معناها ماتشات حلوين ياسر وكنا نسخيبوها هي باش تسكت. التنظيم التنظيم صراحه هزتوا ايطاليا. ايطاليا هزتوا ايطاليا. انا 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 مشيت زوز ماتشات واحد في شتوتغارت ما بين تونس واسبانيا هذاك وقت القط في الستاسيون في الليل فباش وتله وواحد تونس اوكرانيا يظهر لي برلان. اي تونس اوكرانيا اوكرانيا فما اسبانيا اوكرانيا وفما ماتش اخر تروزي السعوديه لا السعودية. لا السعوديه في فرانكفورت عملنا دوزا دو. اي اما تونس اوكرانيا ذاك بالشريط على انترنت التذكره والتذكره تمشي تقعد في العدد نتاع الكرسي نتاعك واللي بهتني انا اول مره نحضر كاس عالم مخلطين معناها اللي سوبورتير تونس واللي زوكرانيا مع بعضهم يعني هو هذا هو مثلا البارح فما الديربي نتاع ميلان من بعد 3 ايام التالي الانتر وميلان المراه ورجلها حدا بعضهم هي لابسه الانتر ولابس ميلان لابس ميلان ويزمك تشوف الجمهور كيفاه خاطر ما عندهمش الاشكال هذايا مش كيما احنا معناها اذا كان انا مره اختصت في ايوه احنا وليت واحده وليت اسبيرونس ومره دخلت جيت في جمهور اخر في استاد المنزه يا ولدي يزمك تشوف صار فيا ما تنجمش تتفرج ما تنجمش تكملوا الماتش نرجعوا ثقافه وي مساله ثقافه وتربيه واخلاق بعد الماتش اللعبه تولي عاديين احنا سامحني تولي عاديين ما ريتش ضرب ومضروب سامحني هذا زي خلينا نبداو واضحين يصير ان اوروب شفنا حاجات على الانجليز وغير ولكن فوالا ديما ولكن هما معناها عملوا دي ستركتور واضحه باش انه فما ناس يتمنعوا راهو بالليسته معناها ممنوع صبر هي مساله تربيه كيف هي تربى تربيه كيف نعطي مثال قوانين فما قوانين رياضه هو الداخل هو الداخل انا كجيت نهار من نهار باش نحب الكره راني حبيت على طريق محمد علي بلالين الله يرحمه كلوبيس صفه معناها الدم ولعب فيها قبل هو صغير لكن ساعات نمشي حذاء نمشي البيرو هو رئيس بلديه وقت نمشي البيرو في خدمه هو تلقاي فما ماتش البارح صار مثلا الاسبيرونس ولا استاد اللي هو من عاش شكون يقول لكم فلان والله الماتش اللي تعمل البارح روعه مش الكلوب اللي تلعب فيه ها اي 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 روعه سبورتيف. على محب للرياضه وفلان اسمع يرعب روح تعرفوا الحاجه الفلانيه يبدا يحكي تكنيك وبعدين يقول يختم كيرا روحه يكثر فيها يقول حتى احنا عندنا في كليب راه عبيد ولاد باهين معناها اما بالحق يحبك صحيح. في حاجه اسمها رياضه الله يرحمه نبعث ميساج صغير في الكوره علاش العنف راه يبدا من اللوطه في التيران مش من فوق راهو انا نرى في اوروبا كل ما يوفى الماتش لي جوار كل سنه سلموا على بعضهم الفوق نحكيو على في المدينه اذا كان العنف يبدا في اللوطه في التيران على المستطيل هذاك سير باش يوصل الفوق راو اذا كانك اللي لوتانين المسؤولين واللي جوار الكلهم يتحلوا بالاخلاق ويشوفوا اللي الكوره شفت بعض المسؤولين راو انتهت شفت بعض المسؤولين يقول لك مشكله في تونس ما تنجمش تفرج راو معناها قبل كانت الفريق رياضي معناها كيما عائله هي مؤسسه معناها تربويه اساسا لانه الناس باش تمشي لها في عمر صغير فما نمشيو بوسان يعني سبع سنين ثمانية سنين انا في الاسبيرونس كيفاش يقولون توصل باش انك انت معناها لي جون هذوكم تنكادريهم وكل شيء لازمك تكون مؤهل ديجا اذا كان انت بيدك عنيف وتدخل وتخرج في التلافز شوف حل يوتيوب وشوف بعض التصريحات بتاع المسؤولين تعرف تاخذ فكره على المستوى يضربوا ويروحوا مع يلعبوا كوره وهذه المشكله الكوره ولات على جنب والكوره نتاعنا خيبت ماله قداش تتفرج اذا كنت تحط انت لو تايمينغ بوغ فينيغ افيك سا انك انت قداش تتفرج كوره في 90 دقيقه 15 مينوت باهي سفيان حاج يحيى شكرا ليك يقول لي تونس السعوديه مش في فرانكفورت كانت في ميونيخ شكرا ليك يا سحب منعش نعرف بتاتر صحيح نتصور خاطر مانيش متاكد من المعلومه شكرا ليكم مستمعينا على التفاعل السؤال يقول 10 نوفمبر كيما اليوم هو يوم عالمي للمحاسبه برافو شادي اليوم العالمي للمحاسبه وزي قول ديفلوب
المحاسبه ديفلوب المحاسبه اللي يعني تهرب الجبائي تضارب المصالح يعني الشيء اللي نعيشه فيه مقاومه الفساد الشيء اللي نعيشه فيه ليه هو 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 نقز نقز خطر انرجي هو اليوم العالمي الكونتابيليتي المحاسبه مش محاسبه بالمفهوم نتاع انت خذيت نحاسبك سرقت سياسي وما عادش لا 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 كونتابيليتي اللي كل كل عام والساده اللي كونتابل الكونتابليه كل خير ان شاء الله هذا ينتج عليها من بعديش حبيت المحاسبة الاخرى اما هي يوم العالمي كما متعرف الطبة ولا يوم العالمي للممرضات يا سامي لي بون كونت فون لي بون زامي انا فهمتها بالغلط كما فهمها شاد فسرها لنا سطورة لا جورني انترناسيونال دو لا كونتابيليتي فرحت شو تفيدنا في هذا على الاخر طبعا يعني هي الحق في الحساب بعض منها كاينين بي ان توكا ديما احنا ماناش وصلناش اقوى محاسبي سامي بنور عندي لا ما وصلناش لسؤال ما وصلناش لسؤال اللي اسيو ولكن لا كونتابيليتي راهي علم كامل يتخصص فيه الناس وهي بيان سور تعاون الشركات والناس باش انهم اللي عندهم مشاريع وحتى اللي عنده حتى حانوت صغيره باش انه يعاون روحه وينجم يلقى روحه من خلال الحسابات ويؤدي واجبه الضريبي. اي فما حاجه اكتشفتها انا بعد العمر هذايا كنا صغار اش تحب تطلع ولدي؟ طبيب اش تحب تطلع مهندس. محامي اش تحب تطلع مهندس وقفنا غادي طيار جال ليميت صدقني طيار جيك اللي تعرف الكونتابليه الاكسبير كونتابل هذوما صدقني ما ريتش مره واحد اكسبير كونتابل فاشل في حياته كلهم بالحياه منظمه هي غازي منظمه برافو باش توصل ان اكسبير كونتابل راهو معناها حاجه تخصص حاجة كبير طبعا يقراو باش يوليو طبعا جيري دي بورتفوي دو كليون دي سوسيتي ويعطيهم لو كونساي معناها باش يقول له راهو مثلا الحاجه الفلانيه تجي هكا وتجي هكا مثلا احنا من خلال الاسئله اللي نطرحوهم حتى من خلال الاس ونثمو ونحكيو على دي ستارت اب ودي زونتربرونور هذوكم الكل لازمهم تكوين الى جانب انه يكون عنده ملف تجاري لازم يكون زاد عنده ملف يفهم فيه تو سكي جبائي كيفاش يخلص لي زامبو نتاعو لي زيشيونس لي فاكتور وكل شيء هذا هو مهم برشا والكونتابيليتي تفرق يعني با من الباك جراوند نتاعي للدراسي يعني لا كونتابيليتي جينيرال هي اللي سي اون ديبيت ان كونت اون كريديت او موان ان كونت او بليزيور كونت دو ميم مونطون كما قلناها مره هذه اللي كيما في البنك كي بدا عندك 500,000 ما ينجمش يدخل لك شيك فيه 700 ولا عندك مشاك لازم يدخل لك ثلاثه شيكات ولا شيك قيمتهم 500 دينار ديما المبدا نتاع انه هذا مساوي لهذا اول حاجه ثاني حاجه فما اون اوتر كونتابيليتي ولا سبيسياليتي اخرى مثلا اللي هي لا كونتابيليتي اناليتيك واللي هي تجسيد لتو سكي des entrants ou des extrants يعني الحاجات اللي يدخلوا في الانتاج ويخرجوا la gestion des stocks وغيره يعني هذا تخصص اخر كامل ولكنه كونتابيليتي هذا محاسب ماذا عن المقوله اللي تقول لك اللي يحسب وحده يبذل له حل الوناقش ترى اللي يحسب وحده يبذل له اذا كان ما يعرفش يحسب دونك هذا ينطبق على بعض الناس نعرفوا مين اما هنا بالمناسبه نحب ان مادام اليوم العالمي للمحاسبه معنا الكونتابيليتي نحب نحيي اهلنا في جربه يعني احنا نقولوا كل ما نقولوا حسبه جربيه بالفطره لانهم تجار بطبيعتهم بالفطره خلقوا طريقه للحسابات نتاعهم مش ديما امور تبدا محاسبه انت عبد ستار وحتى طرف حتى طرف انا كده عندي حاجتي من العش نحسب فيهم الفلوس والوقت انا عندي ساعه من زمان نتصور روحي نجم نمشي فيها نيويورك وعندي 100 دينار فوق مني نتصور روحي نجم نشري الدنيا معناها انا لا انا مره وصلت عبد ستار لدار واحنا في سنيه حكي لي على ورثه صغيره جاتو وقت اللي انا مروحه بعد ما هبطت وليت نصرف نخيلوني وصولي الفلوس نصرف ما قلت فرحش بيكي ستصرف اريحي اهلي ذيك عبد ستار تلمو جمله لا والله لاني محاسبي ما مانيش طياره في الحسابات لا وي دونك اليوم العالمي للمحاسبات او لا جورني انترناسيونال دو لا كونتابيليتي بداو يحتفلوا بالتاريخ هذا اول مره سنه 1972 اللي عنا عليه فرع سان دييغو لجمعيه كاليفورنيا وهاد المحاسبين القانونيين او معهد المحاسبين الاداريين عفوا تهدف المنظمه الى الهام الشباب بفرص العمل في مجال المحاسبه واليوم هو عطله عمل غير رسميه للعاملين في مجال المحاسبه
عندها برشا نقاط إيجابية مختلفة، ودور المحاسبين مهم في حسن سير أي عمل تجاري. الحسابات مسؤولة عن مراجعة البيانات المالية لضمان الدقة والامتثال القوانين واللوائح المعمول بها والتعامل مع المهام المتعلقة بالضرائب. هذه مهمته. تحية لكل لي كونتابل في تونس وفي خارجها بما أنه يوم عالمي. فما كارثة عافانا عافاكم الله صارت سنة 1986 آثارها لليوم. تشيرنوبيل. تشيرنوبيل. مش تقعد. مازالت. مازالت متواصلة كما آثار برشا حاجات أخرى. كما هيروشيما وناكازاكي آثارهم باقي مش تقعد. لا تشيرنوبيل تذكر السحابة الإشعاعية اللي انتشرت. تنتشر يعني في الأوروب. وتوكا شوية تدقيق وكذلك تغطية للأحداث باش تلقاوها إذا كنت حابوا تتفرجوا في سيري ممتازة هي لي أم بو ساد هك شوية حزينة سيري ولكن مهمة اسمها تشيرنوبيل باش نتفرجوا فيها باهية. نسيت نتفرج فيها ولكن قري برشا قري معناها قري برشا لكن تعطيك فكرة على اللي صار. دوك ولا فيكسيون؟ لا فيكسيون فيكسيون وفيها شوية ديزكستري معناها حقيقية. فما حاجات اللي تصوروا معناها اللي مصورين من قبل غير أما ثقيلة الحقت راك شفتها ما نجمش نكملها مع زاد تقسي بدا قري يعني بسم الله عليكم غمى على القلب مع تقسي بدا قري وانت مازلت ما حددتش اي الحوايج ردويت ويبدا واحد بدو اونجين. نبيل يقول لي انه سي با اون دات فيكس اليوم العالمي للمحاسبه عم ناول سيتي لو 21 نوفمبر. شكرا لك نبيل. بدا علاش يتبدل كيرمضان بالهلال. ان توكا تشيرنوبيل هي حادثه نوويه اشعاعيه كارثيه وقعت في محطه تشيرنوبيل للطاقه النوويه يوم السبت 26 افريل 1986 قرب مدينة أوكران في الأوكران بريبيت في شمال أوكرانيا سوفيتية. تعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم. صارت معناها 200 موظف يعملوا في مفاعل الطاقة النووية بينما كان يتم إجراء عملية محاكاة سيمولاسيون وتجربة في الوحدة الرابعة اللي وقع فيها الانفجار في حين أنه رئيس الفريق انتبه إلى الخطر وحاول إغلاق المفاعل هذا مما يجعل أعمدة الجرافيت تنزل في قلب المفاعل وتبطأ من تبطأ عفوا من سرعة التفاعل النووي وتخفض الحرارة. وللحاجات صار التكنيك مش أنه يصير هالانفجار هذايا. ولليوم بيانسور بعد ما تم إغلاق عديد المؤسسات وقت سويت لهذا الخلل انتج على تراكم أخطاء بشرية وقلة خبرة مهندسي المحطة مهندسين شبان كانوا قاموا بالمناوبة تلك الليلة وأدى ذلك إلى حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة في جمهورية أوكرانيا السوفيتية وأدى إلى إغلاق المصانع تعطل المزارع. بلغت الخسائر ما قيمته أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي والقى 36 شخص حتفهم وصيب أكثر من 2000 هذا الرسمي ولكن ممكن يكون أعلى شوية. وتم إغلاق المفاعل نهائيا في 2002 وسكروا برشا بقايا. فما بعد في السيري تشوف أنه فما حاجات مسكرين معنا مناطق تهجرت المدينة ديار خالية خالية ولكن تشيرنوبيل تخدم على السياحة اليوم سويت اسا لا فيزيت دي سيت نتاع البقعه هذيك مش على السياحه وزاد يخدموا عليها في الفيكسيون نتاع لي فيلم خدموا فما صوروا غادي تصور لي كيما انس. لا مش في السياحه في السياحه زاد ها صوروا تصورت برشا يعني مش هي البلاصه اعمال فنيه مبنيه على فكره تشيرنوبيل. ولكن انا نحكي لك على المدينه بيدها تحكم عفوا تخدم على سياحة مختلفة ولد قرية حيرة أنه الناس تجيل تشيرنوبيل باش تشوف وين صار هذا ولا كاتاستروف كبيرة ياسا 30 ans après معناها يعني لا بلو غراف يظل في تاريخ البشرية هي أكبر كارثة نووية. وي يلا هذه إناس في انفو ترافيك شلفي باور لك لا يزمنا نحفلوها شوية عبد ستار عميم وشادي عرفاوي غادي يا بابح أنا مش نحفلوها يا بابح يعني باش تحفلها معناها هكا يلزم هكا كل بلاد ورطالها كل بلاد ساعات فما واحد يبعث لنا يقولنا حفلوه وهو ساعات مش يحفلها شكون؟ انا نحب لا ترونسبارونس هاي خويا هاي
للليريا ما للليريا وعشيري ما للليريا وعشيري غزة مش تستحر دبالك غزة مش سايد غزة مش سايد بكل تكون تشتحر للليريا ما للليريا دلم داك دبانك دلم داك جيتين وشي ما جيتين وشي وين وحدك مع الفاريا للليريا ما للليريا على للليريا جا عنده مايكل جاكسون عندك تتوى نخرج نسحك من جماعة مايكل جاكسون بلي اعطينا الموسيقى بلي برسمك تعال الليري يما خلنا نسحك مايكل جاكسون كيفي وقتها يرحمه الله يرحمه عملنا جيب الخطابة كل ميكس اللي بيه تذكرها وطلعت حاجة بالحق تقتل محلها اي غريبة وطريفة طريفة جدا الله يرحمه من الزوز هاي بربي واحنا نحفلوا فيها الحادثه نتاع الاستاذ والساتور انا نحب نقول محلاهم التلامذه اللي يحبوا يتبرعوا الدم وكانوا متحكمين قدام المستشفى محلاها المستشفى اللي حابه تاخذ حتى فلوس بعد ما عملت العمليات اللازمه للاستاذ اللي هذه تونس اللي نحبها وربي يداوم هالاسبري هذايا والله غالب وربي يهدي الله غالب ربي يهدي ربي يهدي شباب فرح اعطيها الفرصه عزه تشوف هذا الحمد لله على السلامه عاد على الاستاذ جاي من السفر وحشانا الابتسامه والشكوى الشكوى للقمر الحمد لله على السلامه يا جاي من السفر وحشانا الابتسامه والشكوى للقمر الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الله شنو الحاجة اللي تضاعفت ثلاثة مرات في الخمسطاش سنة الأخرى مستوى البطالة مستوى البطالة فرح تلوث الهواء تلوث البوليسيون الأمراض ولا الجراثيم عبس التار هذا قلت لك برضو هذا الثاني لا باهي دونس كامل ما نقعدوش نقعدوا في في حاجة في فوالا بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف هذا هو السؤال فريز ذا كويشن على قبل الانترنت كان هذا لا دي بي دي بي في حومتنا لحظه لحظه هي شنو هو هنا ما بينه كانه فما زوز دو بوبولاسيون واحده تشوف انه هي حاجه باهيه لانه هي السبيل الوحيد باش انها تبلغ واحد يشوف أنه خايب لأنه هذا يخلق نوع من البرتورباسيون شو هي؟ وسائل الاتصال وسائل الاتصال ضيعتكم ولا قربت؟ لا هي صعيبة وسائل الاتصال معناها ليه مش وسائل الاتصال فرح تقرب وتبع معناها شعوب فقيرة بتتر متقلقة من وجودها والغنية تخدم فيها وعمل تطور فيها نسب هذا نسب هذا نسب هذا سمحني نعطيكم نعطيكم ديزانديس 1984 فما كريز صارت في 84 ولا هاي شنو هي كريز اقتصادية شنو هي هي وين في تونس الخبز في تونس شنو صار صارت مظاهرات وصارت ترفيع ترفيع في أسوان الخبز قلت عدد المظاهرات الاحتجاجات احتجاجات الحركات الاحتجاجية الشعبية شهدت بداية القرن 21 اهتزاز من قبل العديد من حركات الاحتجاج الشعبية وفقا لدراسة تستند ل 3000 حدث تم تسجيله ما بين عامي 2006 و 2020 في 101 دولة تضاعفت عدد الحركات الاجتماعية أكثر من 3 أضعاف في العالم هذيك لكوغبا موجودة من موقع ستاتيستا واللي يحكي على العالم يسير أكثر من 3 أضعاف في العالم على مدار 15 عام الفترة هذه شهدت أكبر حركات الاحتجاج في التاريخ البشري أي بمعدل 93% من سكان العالم أكثرها أوروبا وآسيا الوسطى وسجلت معظم الحركات الاجتماعية غادي أي ما يقارب 30% من إجمال العالمي خلال الفترة المدروسة احنا فين في موجود لا لا صح 30% لوروب ولازي سنترال احنا 2008 كيف كيف صارت شوية احتجاجات وصارت حاجات معناها برشا احتجاجات برشا متواصلة حوض المنجي صارت برشا حاجات على ذكرياتي مع احتجاجات الخبز في 84 كنت صغيرة نفس الذكريات كنت صغيرة وكنت نقرأ في شارل دوغول وأمي في نهج روسيا أنا في الطاولة التيلانية وقتها وفجأة تصير الخوذة هذيك وإحنا مروحين دونك ولينا لازم نجريو على خاطر تشوف لي بلاتو من مغازه كبيره لي بلاتو يطيروا في الهواء تسمع كاين شرن شرن تلقى ناس هاربه بتلافز ناس كل واحد شهزت فيدو وتلقى حاجه تشعل حاجه تعدى قدامها كل يوم
فجأة ولات تشعل كلها وذيك الكل خوف تشعل بالنار شعلوها. وانتي صغيرة نذكر وجهي أحمر وانا خايفة أما لازم نجري خاطر كي ما تجريش ينجم يا يعفسوك يا اخترك جيك فيك حتى كرتوشة طايش وانا نجري هكا ومعتها مفجوعة وماما تقول لي ميسيلش اجري اجري شوف فلسطين مساكن صغار وانا قولها ايما هما مستنسين هما مستنسين وانا صغيرة ديك شنقول وبعد هربنا في دار معلمة تقاري مع ماما تخبينا عندها حتى وفيها ديك بعد ولا حذر التجاول وجي روح بينا بابا وكي وصلنا بحدا الدار نلقاو وقفونا في الحومة اهبتوا باش يحرقوا الكهرباء وشعلوا بغيكي وش حطوه في الليسانس وحنا وقتها في المنار حومة جديدة وكلها شوان وجماعة ناقمين على المنار يا اخي واحد من الخدامة هذوكم قالوا ليه سايب وسايب هذيا متاعنا مسكين هذيك يتعب باش يبني الدار هذيك معناتها بوغ لوي سخف وراه مش الثروات اي مش غني اللي مشكلة فلوس خاطر يا وليد هكاك اللي عنده طبقية اي طبقي ولد دونك احنا منعنا وقتها بالسيف وكي روحنا نلقاو الدار مكسر بالارها فريمون ذكريات ما ننساهاش من 84 انا نحكي حاجة هكا بإجازة انا صغير ونقرا في الليسي كمان اما نتفكر وقت اللي خالتين علينا البوليسيه كي نقول لك انا البوب شنو هي السور اللي سفيت وانت الدوخ اعرف البوليس يجري في جرتنا وقت اللي وقت اللي وقت اللي انا نقزت جوز اولمبيك قسما بالله يا سامي قسما بالله العلي العظيم كي نقول لك 5 متر ونقزته وقت اللي نقز انا صورة عالية كي جيت نقز ما واحد سويت نقزت لا في الليسيه انا نقرا دوزيام اني ولا بريمير اني سيكوندير عدا اللي احنا قبل كان لي سي شوف البوليس كي جاب شي نقز ورانا هو جماع كي راهو قال كيف نقزوا ذوما احنا صغار نقزنا 5 متر وذوكم ستين بالخوف وي احداث الخبز ننساوش الشهيد الخبز فاضل ساسي اللي أيوة. تقتل في شارع بورقيبة شارع باريس يعني مع الكوان فهمتني احداث الخبز صحيح برشا ناس مشات ضحايا حرام يعني ما نحبش نحكي على حاجه بشعة فما 84 فما 78 زي خاصة حتى انتم تفكروا 84 انا بفكر 78 قضية صارت كبيرة نحب نترحم على سي زين العابدين السعيدي سيرفيون جينيرال تاعنا تاع الليسي 78 الليسيات الكل تسكرت وخرج معناها خرجوا الباب تخلوا مش خرجنا خرج تلامذة الا المدرسة الصدقية رفض وكمان قرينا كملتوا قريتوا ان توكا الاحتجاجات في العالم شفنا احنا معناها لي جيلي جون وغيره من الحركات الاحتجاجيه اللي تقعد هي معناها متنفس بالنسبه للشعوب باش انا تقول لا باش انا يعني تعطي رايها في حاجات ولكن الاهم انا تكون منظمه وتكون سلميه غير ما تكسر بلادك تسمع صوتك سلميا وهذه حاجه معناها نشوفوها في ارقى الدول ولو انه تصير معناها دي بوردمون في حتى فرنسا شفنا اما الاحتجاجات هذوما راهم الكل والكثره نتاعهم هذيا باش يفهم باش يكون فما انعكاس على الحياه نتاعنا اللي سير باش فما شانجمون باش يصير حاجه تبدل ان توكا فما بعد اسئله على دوره خيريه لحارس مرمى هذه حاجه هايله وان اكزامبل به نتاع سبور لكنه في ساعتنا الثانيه كذلك في اي فيلم تقال الكلام هذا حاجه ما تحبهاش برشا انت بالمصري نحبها. ولكن هو فيلم مصري عرض سنه 83 خذينا دي زكستري وقول لنا وين لانه انطقها كويس الناس حقولها كويس انطقها انطقها شوي اعطينا تسرفيقه انا واحد مطرب في تونس يقولوا يقدموه مصري وكي يقدموه ما في ساعه تبيق بيه اول ما يدخل يقول يلا تسرفيقه شكون مطرب فما مطرب الله يرحمه هذه حاجه ياسر سمباتيك مشى مره يغني يغلي في الخارج دونك يحب يشري بندق ما عرفش اسمه بالفرنسي والراجل قاعد يغزل له قال شو تحب معناه غزر ما راش البندق قدامه عند الراجل اللي بيع الفاكهة وراجل يحكي بالفرنسي غزر قا كاكاوية مقشرة قالوا جو فو كوم سا مو اون بلو بتي الله يرحمه يلا شكرا لكم مستمعينا كانت هذه ساعتنا الأولى نرجع لكم في ساعتنا الثانية ولكن قبل فما الميتيو والأخبار وأخبار الرياضة